جمعة مباركة. أود أن أشكر السيد رئيس الجمهورية على هذه الثقة التي وضعها في شخصي لقيادة القطاع. نظن الآن الفرصة أمامنا جميعا أننا نواصل نفس المشوار، نرفع التحدي لبعض من الملفات العالقة، وأنا متيقن أننا لبنا لبنا نصل إلى شيء آخر مثل ما فعله كل الوزراء السابقون. قطاع الصحة ليس قطاعا بالمفهوم الرياضي واحد زائد واحد تنتهت الأمور، كل وزير يمر يقدم إضافة. سنقف كرجل واحد لنرفع التحدي مرة ثانية ولنضيف أيضا إضافة ولو كانت بسيطة لخدمة المريض وتحسين قطاع الصحة، خاصة أن هناك أشياء كثيرة تنتظرنا في هذا القطاع.